تحياتي لكم إلى جميع المتابعين على اليوتيوب سواء أو على الفيسبوك أو على أي وسيلة من وسائل التواصل الاجتماعي. طبعا موضوع اليوم الشائك والموضوع الذي يطغى على الساحة موضوع ترحيل اللاجئين من بريطانيا إلى رواندا. طبعا أنا تقصيت وسألت واستفسرت وعملت أبحاث طويلة عريضة عن هذا الموضوع حتى نفهم ما هو ماذا سيحدث في المستقبل. يعني نستبق الأمور، يجب أن تكون واعيا إلى ما سوف يحدث، تخطط من الآن لتفادي المشكلة. نعم، إذن فلنبدأ الآن. طبعا من أهم الصحف اللي كتبت عن هذا الموضوع هي الـ ABC News، ففي هذه الصحيفة ماذا قالوا؟ الحكومة البريطانية تخطط لبدء إرسال طالبي لجوء في رحلة باتجاه رواندا في غضون أسابيع أو ربما أشهر. هي أول نقطة، النقطة الأولى أسابيع أو ربما أشهر. ولكن المعارضة البريطانية والكنيسة الإنجليكية أيضا كمان عارض هذا الترحيل وعارض هذه السياسة، لأنها تنافي القيم البريطانية التي أساسا هي قامت على استضافة اللاجئين والمهاجرين. وأيضا رئيس حزب العمال الذي هو بالأساس نازح ولاجئ من أيام النازية كمان انتقد القرار. إذن واتهم جميعهم بوريس جونسون بأنه يريد التغطية على مشاكله السياسية وبالذات على بما حصل في قضية البارتي بعدما غرمته الشرطة الأسبوع بحضور حفل في مكتبه، انتهاك قواعد إغلاق في فيروس كورونا وغرموه بمخالفات. إذن ماذا سيحدث الآن؟ هلأ هو وزيرة الهجرة دافعت عن الموضوع وقالت أنه سوف يتم ترحيل من هم تحت سن 60 عاما ومن هم ليسوا أطفال ولا نساء ولا عائلات. هاي نقطة، النقطة الأولى أنه أي نساء أي أطفال أي عائلات لم يتم ترحيلهم إلى رواندا، فسوف يتم ترحيل الشباب. ليش؟ لأنه الشباب هم يشكلون مشكلة. الشاب العازب غير مرغوب في أوروبا يا أخي، العازب مكروه في أوروبا. يا ريت لو تفهم الناس، المتزوج أو اللي عنده أولاد هذا الشخص المرغوب في كل دول العالم يا أخي، العازب نكرة بالنسبة إلهم. يا تكون تزوجت أو تكون معك عندك زواج، عقد زواج تثبت فيه أنه أنت جاي بتعمل لمشمل لزوجتك، وإذا ما عندك ممكن تربط نفسك هلأ حاليا مع بنت وتدعي أنها وتقيم علاقة حقيقية وتقول لأنه هي من مصلحتك الآن أن تكون متزوج أو مخاطب أو أي شيء. إذا تم تطبيق القرار الذي تتكلم عنه الحكومة البريطانية، علما أنه أنا برأيي بعد كل التحليلات والدراسات وما رأيته وقرأته بالصحف الإنجليزية والأمريكية وغيرها، لن يتم تطبيق هذا القرار على كل من دخل من بداية هذه السنة. لماذا؟ لأنه بالأساس لما دخل ما كان في هذا القرار ولا كان يعلم، بس الآن ممكن سوف يتم تطبيق بعض بنود هذا القرار على القادمين بالبحر الآن، علما أنه لم يأتي أي قارب من وقت ما صدر القرار، ما إجوا قوارب إلى بريطانيا. إذن أنت كشخص هلأ مقيم وأتيت بعد عام 2022 وقدمت لجوء، ماذا عليك أن تفعل؟ هل يجب أن تختبئ؟ ما بقدر أنا أقول لك تختبئ إلا بالكنيسة، ممكن الكنيسة، ممكن عند الأسقف، ممكن عند الكنائس، أكيد حيكون لهم دور بهذا الموضوع لأنهم أساسا دخلوا ضد هذا القرار. ممكن، بس ما بقول لك أنك تختبئ أبدا. أنا بنظري أنت بدك بريطانيا وحابب تعيش فيها، فبدك تتحمل أي مسؤولية وأي عقابة لطريقك. أنت بدك تعيش ببريطانيا، حتى لو بعتوك على إيرلندا بدك ترجع بريطانيا، خلص بده يكون عندك تصميم إرادة. بتكون تعارضوا هذا القرار، بتكون تعملوا حملة بالسوشيال ميديا، حملة باليوتيوب، تحكوا مع البريطانيين اللي بيعرف إنجليزي، تعملوا مظاهرات، يعني تتحركوا. هذا الخوف وهذا الشيء ما بفيد بشيء. إذا كان اللاجئين العرب أو الكرد أو الغيرهم ما عندهم أي تنظيم ولا عندهم منظمة تدافع عن حقوقهم، فكيف بدهم هذول يرفضوا القرار؟ يعني أنتوا الحلقة الأضعف. فإذا بالنهاية هو حدد بعض الأشخاص واستثنى بعض الناس إنه من الترحيل، بس أنا على ما أؤيد أنه لن يتم ترحيل أي أحد، وإنه هي مجرد بس تخويف لحتى ما يجوا قوارب جديدة ولا يجوا بالشاحنات. وطبعا حتى القرار اللي ذكره بوريس حكى إنه بالجو بالبر وبالبحر إنه حنرحل على إيرلندا. لذلك ما بدعي أحد إنه
الا انك انت اذا كان في عندكم شخص فهمان ومثقف يحكي باسمكم، تقدموا عريضه وتتظاهروا وتقدموا اي شيء ضد هذا القرار في الكامبات او في المدن، تتواصلوا مع جمعيات اغاثه انسانيه بريطانيه وما اكثرها، وسوف تجدوها على الفيسبوك. هلا راح اعطيك انا بعض الصفحات اللي انت لازم تتواصل معهم، لانه هدول هن اللي بيحلوا المشكله. المعارضه الشعبيه لهذا القرار هي الحل الوحيد، والقرار على كل احوال في امل كبير انه ما يمشي، يعني في امل كتير كبير انه ما يتطبق، بالذات على اللي كانوا داخل على اللي دخلوا بهذه الاشهر الاربعه الماضيه. واما اذا احد خايف فبدعيك انك انت تروح تتخبى بالكنيسه او ترتبط ببنت بريطانيه او عربيه او ايا كانت، هذا الشيء اكيد اكيد 100% بيكون حامي لك. اللي عندهم بصمات ما بظن انه حيرحلون على رواندا بكل احوال، اللي عندهم بصمات بدول تانية حيرحلون على هاي الدول، ولن يتكلفوا انه يبعثوك على رواندا ثم يبعثوك على فرنسا ولا على المانيا، انك باصم بصمة لجوء مقدم لجوء. وهن قاموا على هذا، قاموا بهذا القرار تبع رواندا، استندوا الى هذا الشيء انه انت لاجئ من الحرب، اول بلد دخلت الى هي بدك تبصم فيها. فهي نقطة. فاذا هون بالمحصلة اخر كلمتين بقول لك هون، اذا انت ما عندك بصمة واصل على بريطانيا نظيف نظيف كلين، ما بصمت باي دولة الا في بريطانيا، بنصحك تروح على ايرلندا الجنوبية وتقدم لجوء فيها، تمام؟ هاي نقطة. نقطة تانية، اذا انت باصم في دولة مثل فرنسا ولا مثل المانيا ولا مثل ايطاليا ومثل اليونان، ما بظن انه حيصير عليك ترحيل لرواندا. اسوأ الامك انه تخوض المغامرة للنهاية وتخوض تجربتك بانك بتحب تعيش ببريطانيا وتستنى لشوف شو بده يصير بهذا القرار، لانه أسوأ شيء حيحصل لك انك حيرجعوك على ايطاليا او على فرنسا او على الدوله اللي جاي انت منها، ما حيرجعوك على بلدك. اخر شيء بحب اقوله انه كمان الدنمارك تشجعت وحابه تعمل مثل بريطانيا وترحل كمان الناس على رواندا، فكمان انتبهوا يا جماعه الدنمارك. والسلام عليكم.